حضر الفريق ركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان مراسم الاحتفال باستلام مملكة البحرين ممثلة بسلاح البحرية الملكية البحريني مسؤولية قيادة قوة الواجب المشتركة سي تي اف 152 من دولة الكويت الشقيقة نعم جاء ذلك بحضور قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الفريق بحر تشارلز بريفورد كوبر وذلك بمقر وحدة الإسناد البحري الأمريكي بمملكة البحرين وباستلام هذه المهمة تكون قوة دفاع البحرين ممثلة في سلاح البحرية الملكية البحريني قد استلمت قيادة مسؤولية قيادة قوة الواجب المشتركة سي تي اف مع 52 للمره الثالثه كان اول استلام لقياده تلك القوه في الرابع من مارس 2008 والمره الثانيه في السادس من يناير 2011